بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن سأطرح على حضرتكم محضر مداولات مناقشة التكوين الجامعي في اليوم 6 أبريل في اليوم 6 من شهر أبريل سنة 2021. ناقشت علنا الدكتورة سميرة شريطية الموجودة بتاريخ 21 جوان 1984 بولاية جلمة شهادة التأهيل الجامعي تخصص علاقات دولية شعبة العلوم السياسية أمام لجنة التأهيل المتكونة من الأساتذة الآتية أسمائهم: الأستاذ عبد الحق بن جليد جامعة عنابة، الدكتور توفيق أستي أستاذ محاضر ألف جامعة 8 مايو 45 جالما عضوا، والدكتورة آسيا بالخيري أستاذة محاضرة ألف جامعة 8 مايو 45 جالما. بعد المناقشة العلنية والمداولات السرية تقترح اللجنة على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منح المترشحة شهادة التأهيل الجامعي حسب المرسوم التنفيذي 254-38. فمبروك عليك وشكرا.